السائل يقول: نحن نعيش في هذا البلد ونتعرض أحيانا إلى قضايا لا نفهمها، فمثلا لدينا أغراض كثيرة لا نستخدمها وهي جديدة أو شبه جديدة، ولا نجد أحد من المسلمين يحتاج إليها، والمساجد تكتظ بهذه الأشياء. فالسؤال: هل يجوز لنا أن ندفعها إلى غير المسلمين من النصارى أو إلى مؤسسات اجتماعية تجمع التبرعات للمحتاجين من غير المسلمين في هذا البلد، أو نرسلها إلى مسلمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يكون صعب علينا بسبب التكلفة الباهظة؟ لا حرج أن تصرف هذه الأموال الزائدة إلى فقراء النصارى أو غيرهم من الكفار، لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وربما يكون في بذلها لهم تأليف لقلوبهم ومحبة للإسلام والمسلمين فيهديهم الله عز وجل.